إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بيكم في قناة الصحة والتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة هنتكلم على سلسلة الفيديوهات بتاعتنا الخاصة بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. النهاردة يا جماعة هنكلمكم عن نظام غذائي كل الأمهات يعني طلبته مني. احنا هنتكلم عن نظام غذائي يا جماعة للناس اللي بترضع، للأمهات المرضعات. أنا آسف طبعا لكل أم طلبت مني نظام غذائي للرضاعة خاص بالرضاعة، لكن نظرا لطلب العديد من الفيديوهات من الناس اللي موجود على القناة، وأنا طبعا مش حابب أزعل أي حد، فبالتالي أنا النهاردة إن شاء الله هنزل لكم نظام غذائي للأمهات المرضعات. أولا يا جماعة، كل أم من الأمهات بتحلم بجسم مثالي رشيق بعد الولادة، وإن هي ما يحصلش عندها لا ترهلات ولا زيادة في الوزن، وكل الناس بتعاني، ولكن طبعا بيصعب عليها الموضوع ده نظرا للاعتقاد. ونركز يا جماعة في الكلام، الاعتقاد بوجوب تناول حاجات مغذية كتير جدا عشان خاطر الطفل وخاطر الرضاعة. تاني حاجة ان بيصعب عليها ان هي تأدي اي تمارين نظرا لوجود الام نتيجة الولادة الطبيعية او الجرح نتيجة الولادة القيصرية، ده غير ان الطفل بياخد كل وقتها، ما بتلاقيش اي وقت للكلام ده كله. طيب في شوية حاجات لازم تعرفوها الاول. بصوا يا جماعة، بعد الولادة على طول مباشرة بتخسر الام من 4.5 كيلو جرام ل 5.5 كيلو جرام، ده بيبقى وزن الجنين والمشيمة والسوائل المحيطة بالجنين. بعدها على طول بتخسر 2 كيلو جرام وزن مية. يعني اي ام بعد الولادة على طول ب 15 يوم بتخسر من 6.5 ل 7.5 كيلو. طب حلو. طيب بعدها على طول يعني بعد الولادة بشهر ونص، يعني بعدها بست أسابيع، الأم بتخسر من كيلو لكيلو ونص شهريا لمدة ست شهور، تمام، حتى مع الاحتفاظ بكميات الأكل اللي بتاكلها زي ما هي. ليه؟ لأن الرضاعة الطبيعية بتعمل على خسارة الوزن أكتر من اللي ما بيرضعوش رضاعة طبيعية. طب حلو. تاني حاجة لازم نعرف ان الهرمونات اللي بيفرزها الجسم اثناء الرضاعة الطبيعية بتعمل على تقليص حجم الرحم علشان يرجع لطبيعته الاولانية قبل الحمل. فبالتالي ده يا جماعة بست اسابيع، بيحصل بعد ست اسابيع من الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية يا جماعة لازم نبقى عارفين ان هي بتستهلك السعرات الحرارية. بالنسبة لكل ام ممكن تزود 500 سعرة حرارية فوق الاكل بتاعها يوميا وما تزيدش في الوزن، تمام؟ مدة الرضاعة يا جماعة منظمة الصحة العالمية بتقول 6 شهور، لكن طبعا مدة الرضاعة زي ما احنا عارفين بتختلف نتيجة اختلاف الثقافات والديانات والأماكن والمناطق اللي احنا كل واحد بينتمي إليها. لكن في ناس بتوقف رضاعة بعد مدة بسيطة من الولادة، في ناس بتستمر لمدة سنة، في ناس بتستمر لسنتين لحين اكتمال الجهاز المناعي للطفل. طيب يا دكتور، ايه النصائح اللي تنصحنا بيها اثناء عملية انقاص الوزن؟ اول حاجة يا جماعة، شرب على الاقل 10 كوبايات مية، منهم اول حاجة كوباية الصبح عليها نص ليمونة عليها معلقة عسل طبيعي، بعد كده كوباية في نص اليوم نفس الكلام عليها نص ليمونة عليها معلقة عسل طبيعي. تاني حاجة كوباية مية قبل الاكل بنص ساعة، بعد كده كوباية مية قبل الرضاعة وكوباية مية بعدها، بعد كده كوباية مية قبل النوم. أهم حاجة شرب المية في الأوقات اللي أنا قلت عليها. تاني حاجة يا جماعة، لما أشعر بالجوع، الست بترضع تشعر بالجوع، نشرب مشروبات دافية زي اليانسون والكراوية والجنزبيل والبابونج، أو آكل خضروات غنية بالمية زي عندي الخس، الخيار، الجزر، الكرنب الاحمر، البطاطا الحلوه، او اكل مخبوزات الشوفان. ممكن اكل جبنه قريش اللي هي الجبنه الفلاحي بتاعت الناس الغلابه اللي في الشارع، او جبنه شيدر. ونتلاشى يا جماعه اكل الجبنه القريش اللي موجوده في السوبر ماركت، لان هي بتبقى مطبوخه بكميات عيش كتيره جدا. تاني حاجه المشي يوميا لمده نص ساعه وممارسه الرياضه الخفيفه، طبعا ده بعد ست شهور من الولاده الطبيعيه، وبعد ممكن اكتر شويه لو هي الولاده قيصريه. تاني حاجه يا جماعه، لازم نتجنب
الوجبات السريعه. ليه؟ لان هي بتحتوي على سعرات حراريه اكتر من المغذيات اللي موجوده فيها، يعني مثلا زي تناول الحلويات والسكريات زي المربى والمشروبات الغازيه والعصائر المحلاه والشيبسي. الحاجات دي يا جماعه الجسم بيجد صعوبه في هضمها، فاسهل حاجه ليه انه هو يخزنها في صوره دهون. طيب ليه يا جماعه الكلام ده كله؟ لاني انا عندي المعتقد الخاطئ بان الرضاعه نتيجه الاكل وزود السعرات الحراريه، ده معتقد خاطئ. كل اللي بيزود الرضاعه يا جماعه، يعني في ناس بتاخد الحلبه بالعسل والسم، الكلام ده كله ليس له اي فائده يا جماعه. اللي بيزود الرضاعه يا جماعه حاجتين: الرضاعه نفسها اللي هو موضوع السكنج اللي هو المص بتاع الطفل في حلمه الصدر، بيحصل عن طريقه الهرمون بتاع اللبن اللي هو البرولاكتين بيزيد افرازه، وبالتالي بتزيد كميه اللبن والادرار بتاع اللبن. تاني حاجه شرب الميه الكتير والسوائل الكتير. غير كده الاكل مش هو الحاجه الاساسيه في الرضاعه يا جماعه. تاني حاجه اللي لازم نبعد عنها في الوجبات الحاجات اللي ليها نكهه، زي مثلا عندي المخللات، الفلفل الحار والثوم والبصل والملفوف، ده بيخليني يا جماعه في غازات وفي مغص وفي مشاكل هضميه مختلفه بالنسبه للجنين. تاني حاجه يا جماعه اقلل تناول الملح شويه، اقتصر ان انا الملح بتاعي ماخدوش صريح، اخده ناحيه الاكل، يعني موجود في عيش، موجود في الشوربه اللي انا عاملها، موجود في الاكل اللي انا عاملاه، ما اجدش نفسي في الملح في الاكل، لكن بلاش اخد ملح صريح يا جماعه، لان في ناس بعرف ان هي بتغمز الطعميه بملح، بتغمز اللحمه بملح، بتغمز الفراخ بملح، فالكلام ده كله غلط. تاني حاجه بنقلل تناول الشاي والقهوه. طب ليه؟ لان الشاي والقهوه يا جماعه بيحتوي على نسبه عاليه من الكافيين. يعني الام اللي بتقول انا ليا مزاج ان انا لازم لو ما شربتش كوبايه القهوه في اليوم معرفش اكمل يومي، طب ازاي يا جماعه؟ ما انت بكده مش هتعرفي تكملي يومك. لان الطفل اساسا هيوصل له الكافيين ده عن طريق اللبن، وبالتالي هو هيصهللك وهيوريك يوم زي الفل. طب ما انت خلاص يبقى بغض النظر ما اشربش اي حاجه فيها كافيين يا جماعه زي الشاي والقهوه، لان بتفرز في الحليب بتاع الام، بتوصل للطفل بتعمل له مشاكل واضطرابات في النوم اكتر من المشاكل اللي هو كده اساسا عنده مشاكل واضطرابات في النوم، هتفضل معاه لمده 6 شهور، فليه انت تزوديها؟ في هيبقى في عندك انت ارق وعصبيه وتهيج، لانك انت طبعا نتيجه زياده الكافيين، وهتبقى في عصبيه كمان وشده كبيره جدا. تمام. طب ايه العصاير اللي ممكن الام تاخدها؟ انا عندي البطيخ، الشمام، الاناناس، الفراوله، الجريب فروت، عندي الكمثرى، البرتقال، التفاح، كل دي ممكن انت تستعمليها على طول. تاني حاجه يا جماعه نخلي بالنا من حاجات معينه، عندي سمك القرش وسمك التونه وسمك ابو سيف والماكريل، بيحتوي على كميات عاليه من عنصر الزئبق، والكميات العاليه دي يا جماعه بتعمل لي مشاكل في تطوير النظام العصبي للطفل. لكن طبعا الام بتحتاج للاسماك، فمش معقوله هتمتنع عن الاسماك نظرا لما تحتويه من حمض الدي اتش اي، ده حمض نوع من انواع الاحماض الاوميجا 3 بلس، في تمام احماض الاوميجا 3 الدهنيه كلها، في البروتينات. طب ممكن تاكل ايه؟ تاكل السلمون والبلطي والروبيان من 2 لـ3 مرات في الاسبوع. طبعا ينصح بالحصول على قدر كافي من النوم، طبعا انا دي مش عارف الام هتجيبها ازاي، طبعا بقدر الامكان ينصح بالعمليه دي. لكن اللي ما بنصحش بيه ان الام تقعد تحسب سعرات الحراريه بتاعتها في اليوم، لان ده من شانه ان هو هيقلل لي ادرار اللبن في اليوم، فلكن ينصح بشرب كميات كبيره من الميه. دي بالنسبه للنصائح يا جماعه اللي بنصح بيها اي ام مرضعه ان هي تلتزم بيها علشان موضوع خساره الوزن، وفي نفس الوقت تضمن التوازن والغذاء بتاع اللبن لطفلها. طيب ايه النظام الغذائي اللي ممكن الام المرضعه تخسر عليه الوزن؟ اول حاجه يا جماعه شرب الميه زي ما قلت لكم بالكميه الموضحه. تاني حاجه ونخلي بالنا من الموضوع ده، اول الفطار كوبايه لبن كامل الدسم عليها معلقه عسل، او لبن رايب عليه معلقه عسل، او علبه زبادي كامل الدسم. تمام، دي اول حاجه في الفطار. معاهم جبنه قريش، طبق سلطه كبير، وبيضتين مسلوقين،
ورغيف عيش واحد من الرغيف العيش البلدي العادي. لو مش عاجبك الفطار ده مع كوبايه اللبن او الزبادي او الرايب، هناخد معاه التالي: الطبق السلطه وخمس معالق فول او حمص عليهم زيت زيتون، ومعاهم البيضتين ومعاهم الرغيف بتاعي. ده الفطار. العشاء يا جماعه، عشان نخلي الغدا كده للاخر، العشاء هتبقى يا كوبايه لبن كامل الدسم عليه معلقه عسل، او كوبايه لبن رايب عليه معلقه عسل، او كوبايه زبادي لوحدها معاهم برتقان. بين الفطار والغدا هاخد اي عصاير من العصاير اللي انا قلت لكم مسموح بيها: شمام، بطيخ، اناناس، جريب فروت، فراوله، تفاح، كيوي، الحاجات دي كلها. تمام، اي كوبايه عصير او ثمرتين من الحاجه، او ثمرتين فاكهه يعني كفاكهه بدون عصير. تمام، والعصير يا جماعه بيبقى من غير سكر ولا حتى سكر دايت. طيب نيجي للغدا. الغدا عندك، خلينا في البروتين، هيبقى صدر فراخ بدون جلد وبدون جناح، او قطعتين لحمه حمراء بدون دهون. الفراخ واللحمه هتكون مسلوقه او مشويه، او سمك يكون مشوي بدون جلد، او تونه مغسوله من الزيت، او سلمون مغسول من الزيت، او اربع بيضات، او طبق فول، او طبق عدس. ده الجزء بتاع البروتين. مع اللحمه والفراخ ممكن ناخد طبق خضار زي الكوسه، السبانخ، والسبانخ نحط عليها عصره ليمون عشان املاح الاوكساليت يا جماعه، الملوخيه، باميه، فاصوليا خضراء، كوسه. الحاجات دي كلها ناخد منها الكميه اللي انا عايزاها. احط معاه يا طبق 6 معالق رز، او 6 معالق مكرونه مطبوخين بالطريقه اللي انا قايل لكم عليها في القناه. ارجعوا شوفوا طريقه رجيم الرز ورجيم المكرونه. اللي هتعمل رز مع الفراخ او اللحمه يبقى تشوف طريقه رجيم الرز انا قايل عليه ازاي في الفيديو، وترجع تعمله بنفس الطريقه. او اللي هتعمل مكرونه مع اللحمه او الفراخ ترجع برضو لفيديو رجيم المكرونه اللي موجود على القناه. معايا طبق سلطه كبير فيه طماطمايه واحده، وفي اي حاجه خضراء تعصر عليه ليمونه وتحط عليه معلقه خل تفاح. لو في رز وفي مكرونه مفيش عيش. لو مش هتاكل رز او مكرونه وعايز تاكل عيش بالخضار، يبقى رغيف واحد ليك بس تشيل الرز والمكرونه. نيجي لو في حاله التونه او في حاله السلمون او السردين، ممكن تاكل ايه معاهم؟ اي خضار او اي سلطات، بشرط يا جماعه نصفيهم من الزيت او الميه الموجوده فيهم ونغسلهم بالميه، وبعد كده ناكلها، نحط عليها ليمون وخل تفاح وناكلهم بيها. ما بين الغداء وما بين العشاء اي حاجه خضراء مليانه ميه ممكن تاكلها، ومعاهم ثمرتين من الفواكه المسموح بيهم. النظام ده يا جماعه بيسمح لكم ان كنتوا تخسوا في اثناء الرضاعه الطبيعيه، وبيسمح بتوازن كمية اللبن اللي نازلة للطفل، يعني مش هتقل ولا أي حاجة. وزي ما قلت لكم لازم تشيلوا الاعتقاد من دماغكم إن الأكل هو اللي بيزود اللبن، لا، السوائل هي اللي بتزود اللبن. ماشي يا جماعة؟ أنا متأسف تاني لأي أم مرضعة طلبت مني موضوع الرجيم بتاع الخاص بالرضاعة، لكن زي ما قلت لكم صدقوني ان في طلبات كتير لفيديوهات على القناه. اتمنى من اي حد يكون شاف الفيديو يكون عجبه. لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديو جديد. ويا ريت يا جماعه الناس، اي حد عنده واحده مرضعه محتاجه نظام غذائي، يديها الفيديو ده لو هي مش هتقدر توصل للقناة، عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، شكرا لكل الناس اللي متابعاني. ان شاء الله انتظروني في حلقة جديدة من حلقات قناة الصحة والتخسيس. كنتم في قناة الصحة والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمت. شكرا ليكم.